في إطار استعداداتها لتلبية كافة متطلبات الحجاج السوريين، تتفقد لجنة الحج العليا أوضاع المخيمات التي شيدتها في عرفة ومنى، وتتأكد بأن التحضيرات قد انتهت على اعتبار أن شعائر الحج ستبدأ غدا، ومن ثم الوقوف على جبل عرفة أي في 9 من ذي الحجة حتى فجر يوم النحر. اللجنة عقدت اجتماعين في مكة المكرمة ضم جميع رؤساء مجموعات الحج السوري وكافة أعضاء البعثة الدينية والمرشدين الدينيين، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتطبيق الإجراءات التي أقرتها وزارة الحج والعمرة للعام الحالي، وخاصة في أوقات الرمي والتصعيد والنفر. اللجنة شاركت باجتماع سنوي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية بحضور جميع بعثات العالم العربي والإسلامي في مكة المكرمة ضمن التحضيرات المشتركة لوقفة عرفات وتطبيق كافة المناسك في منطقة المشاعر المقدسة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على إعطاء الأولوية لسلامة الحجاج.